حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: وطأة القتال في جبال اليمن تدفع التحالف للتركيز على الساحل. صحيفة فرنسية تقول: يجب أن يحافظ ولي عهد السعودية على ذكرى مريرة لزيارته الأولى لفرنسا. صحيفة القدس العربي تقول: الإمارات تبدأ خطوات عملية لنقل تجربة عدن إلى تعز. الحياة: إيران تنوي محاكمة من يمتلك أموالا فوق حاجته. أهلا بكم. نبدأ من أكثر الأخبار غرابة ما تم تداوله على نطاق واسع مرفقا بالصور، حيث يعلق الموقع بوست من محافظة الضالع: مدير مدرسة بقاطبة يرمي طلابه من الطابق الثاني لمبنى المدرسة. وقال الموقع بوست إن مدير إحدى المدارس في مديرية قاطبة شمال الضالع أقدم يوم الأربعاء على رمي عدد من الطلاب من الدور الثاني للمدرسة. وأظهر تصوير مرئي مدير مجمع سعيد التربوي الواقع وسط مدينة قاطبة وهو يرمي طالبين من الدور الثاني، غير أن مظلة المدرسة خففت من تضرر الطالبين جراء ذلك جزئياً. وقال مصدر رسمي في المكتب التنفيذي للمديرية إن مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عبد الباسط المرح قام بتغيير المدير فوراً واستبداله بآخر. قال موقع عدن تايم إن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن يستكمل تدمير ما تبقى من الألغام ومخلفات الحرب ليصل إجمالي ما تم تدميره بحسب الخطة المرسومة إلى 8903 من الألغام والعبوات الناسفة. وقال العميد مهندس قايد عاطف مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام إن المتفجرات تنوعت بين ألغام وفيوزات وقذائف وأجسام خطيرة أخرى من مخلفات الحرب، وأكد أن تدمير هذه الكمية يأتي ضمن المهام الخطيرة والصعبة التي ينفذها المركز للتخلص من الألغام ومخاطرها، وواحدة من المهام التي تشمل المسح والنزع والتفجير والتوعية من المخاطر ومساعدة الضحايا. تتناول الصحفية الفرنسية ناتاشا تاتو في صحيفة لوبس الفرنسية زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، وتقول إن النقاشات التي يخوضها هناك تدور حول الشرعية واليمن وثلاثة مواضيع أخرى. وأضافت الكاتبة في مقال ترجم خصيصا لقناة بلقيس: خلال الحملة الرئاسية كان إيمانويل ماكرون ملتزما بشدة بحقوق الإنسان ووعد بالتوفيق بين الواقعية والدفاع عن القيم. ها قد حان الوقت، إما أن توفي بوعدك أو لا. فبعد القاهرة ولندن وواشنطن يزور محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية باريس في جولة تستغرق 72 ساعة، ولنركز أنها عملية إغراء دولية كبيرة. وحتى قبل وصوله فإن جهاز الاتصال الخاص بولي العهد يعمل بأقصى فعالية. وما الهدف إلا تحسين صورة هذا الملك المستقبلي البالغ من العمر 32 عاماً، والذي جاء إلى باريس للحصول على ضمانة سياسية ليثبت مكانته كملك للمملكة ولتعزيز صورته كمصلح مصمم على تحديث النظام. فبعد الحق في قيادة النساء تم الإعلان عن افتتاح سينما مختلطة وهي الأولى في الرياض الأسبوع الماضي. هناك العديد من الأشياء الأخرى لوضعها على الطاولة، لكن بما أن الوقت ينفد دعونا لا ننسى الأساسي: الحرب في اليمن، الفيل في الغرفة كما يقول البريطانيون. فمنذ 3 سنوات وبدون أي تفويض من الأمم المتحدة لولي العهد، والذي كان أول قرار كبير له هو هذه الحرب ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، إنها كارثة إنسانية كاملة. عدد القتلى رهيب، ما لا يقل عن 10,000 قتيل و500 ألف جريح، معظمهم من المدنيين، ناهيك عن المخاطر الرئيسية للمجاعة ووباء الكوليرا. وعلينا ألا ننسى أنها حرب تمت في جزء كبير منها مع الأسلحة التي باعتها فرنسا. هل يجب أن نستمر في التجارة مع هذا الشريك؟ نشر موقع المصدر أونلاين تقريرا عن التغير في نهج المعركة باليمن، وعنون الموقع: وطأة القتال في جبال اليمن تدفع التحالف العربي للتركيز على الساحل.
وقال الموقع في تقرير نشرته أولا وكالة رويترز، تعمل وحدات رادار عالية التقنية على امتداد رصيف هذا الميناء الصغير، كما جرى بناء تحصينات تحت الماء لصد هجمات القوارب الملغومة بدون ربان. يضيف التقرير تحول ميناء المخا الذي كان يوما ما مركزا مزدهرا لتصدير البن إلى قاعدة بحرية أمامية شديدة التحصين تراقب الإمارات من خلالها الخطوط الملاحية وحركة جماعة الحوثي المعادية لها في صراع تسبب في أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان العالم. وقال جندي إماراتي وهو يحشو سلاحا مضادا للطائرات على متن سفينة دورية، قال إنه لم يعد بوسع الحوثيين الاقتراب من هذا الميناء حيث سيتعرضون لإطلاق النار. ويمثل فرض السيطرة على الموانئ اليمنية في البحر الأحمر مهما صغر حجمها أهمية شديدة للإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية والتي تشرف على جهود انتزاع الساحل من الحوثيين المتحالفين مع إيران في إطار استراتيجية لمحاصرتهم في العاصمة صنعاء ومحيطها. وقال مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموقف، إن السعودية والإمارات تشعران بقلق شديد من نفوذ إيران، لذا فهما تسعيان للإبقاء على بعض الوجود العسكري على السواحل اليمنية حتى إذا انتهت الحرب الأهلية. توسم الميليشيات المجتمعات التي تحكمها بوسمها الخاص، إذ تغير بوسائلها القهرية من تركيبة هذه المجتمعات، لتغدو هذه التغييرات أكثر تدميراً على هوية المجتمع وكذلك على سلمه الاجتماعي من أي شيء آخر. وتورد الكاتبة بشرى المقطري نموذج مدينة تعمل ميليشيا الحوثي على جعلها مغلقة بعد أن كانت مدينة كل اليمن وكانت ملاذ كل من قصدها دون بحث في هوية. وقالت المقطري في مقال نشرته العرب الجديد، لم تستوعب جماعة الحوثي تمايز صنعاء سياسياً واجتماعياً وعقائدياً عن مدينة صعدة، وأن صنعاء تحكم بمقتضى إرثها السياسي والإداري، عاصمة لجميع اليمنيين على اختلاف طوائفهم الدينية وتوجهاتهم السياسية بما يعزز من هويتها المتعددة، إلا أن جماعة الحوثي قوضت الهوية التاريخية لصنعاء إذ أدارتها وفق عقلية المجتمعات الدينية المغلقة التي تحذرت منها في حين تنصلت من تحمل المسؤولية السياسية والإنسانية جراء معاناة المواطنين، بل ضاعفت من معاناتهم عبر تخليق أزمات اقتصادية متعاقبة كأزمة الغاز المنزلي الذي يعاني منها أهالي المدينة منذ 3 أشهر وتكييفها هذه الأزمة لخدمة مجهودها الحربي. كما فشلت جماعة الحوثي في تطبيع الحياة في العاصمة، بل مضت في سياستها التنكيلية التي طاولت أهالي المدينة بما فيها شن حرب عقائدية دينية على أتباع البهائية وتكريس رجال الدين التابعين لها أئمة في المساجد مقابل إزاحة الخطباء من الطوائف الأخرى، فضلاً عن إغلاقها معظم المتنفسات الاجتماعية التي اعتادها أهالي المدينة بدعوى الاختلاط، وذلك لفرض هويتها الدينية قسراً على المواطنين. ومن ثم نجحت جماعة الحوثي بما لم تستطع فعله أي قوة سياسية يمنية، تغلبت على صنعاء وهو تجريف إرثها التاريخي، عاصمة تجمع أطياف اليمنيين. لا تحكم الميليشيات المجتمعات طوعاً، لكن في أزمنة سلطتها تقوض التنوع والسلم المجتمعي وتكرس الغلبة منطقاً لإخضاع الجموع المتعبة، أو كما يعبر بسطاء أهالي مدينة الحديدة عن خوفهم المرضي من الميليشيات بقولهم يضربون لحم، وفي يمن الحرب والأزمات الإنسانية الطاحنة فإن لا شيء في الأفق سوى ميليشيات برؤوس متعددة وبوجهات وأجندات مختلفة تسحق حياة اليمنيين. في العاصمة اليمنية صنعاء توجد دار وحيدة لرعاية المسنين، ولم يكن من السهل على مراسل موقع ارفع صوتك الدخول إلى الدار المفروضة عليها إجراءات أمنية مشددة في أعقاب هجمات مسلحة لمتطرفين إسلاميين استهدفت مستشفيات ودورا لرعاية المسنين في اليمن خلال السنوات الماضية. ويعنون الموقع في صنعاء
دار مسنين وحيدة لم تسلم من هجمات المتطرفين، وقال موظف أثيوبي في الدار طلب عدم ذكر اسمه: لدينا 115 حالة غالبيتهم من المعاقين حركيا، من الذكور والإناث المشردين في الشوارع والمحالين إلينا من أقسام الشرطة، لكن ليس جميعهم مسنين. وأضاف: نقدم لهم بعض الأدوية ووجبات غذائية وكراسي متحركة. وأشار إلى أنهم أوقفوا استقبال أي مسن سليم ومعافى مهما بلغ سنه ووضعه الاجتماعي والصحي. وتذكر مصادر متداولة بأن هناك نحو 200 مسن ينزلون في 4 مراكز للرعاية في العاصمة صنعاء وعدن والتعز والحديدة تديرها منظمات دولية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا في جولتنا الخاصة بين عناوين المواقع والصحف الفرنسية. نطالع في صحيفة ليكسبريس الفرنسية والتي عنونت: شكوى في فرنسا ضد محمد بن سلمان. وترى الصحيفة أنه يجب أن يحافظ محمد بن سلمان آل سعود على ذكرى مريرة لأول زيارة رسمية له لفرنسا. وتتابع الصحيفة: فقد أصبح ولي عهد عرش السعودية موضوع شكوى مع حزب مدني بتهمة التواطؤ في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة. وقدم صباح الاثنين 9 أبريل قائمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في محكمة باريس المحلية. وتؤكد الصحيفة الفرنسية حيث بدأ الإجراءات اثنان من محامي باريس جوزيف بريهام وحكيم شرقي نيابة عن ممثل منظمة حقوقية يمنية. وتأتي خلفية هذا النهج غير الدبلوماسي من الحرب التي دمرت اليمن لمدة 3 سنوات ومسؤولية ولي العهد السعودي عن الانتهاكات التي راح ضحيتها مدنيون. في مارس 2015 أطلق محمد بن سلمان الذي عين قبلها بشهرين كوزير للدفاع في المملكة أطلق قواته ضد جاره في الجنوب الواقع تحت قبضة تبرد يقوده الحوثيون، ودعم العملية السعودية عاصفة الحزم تحالف يضم نحو 10 بلدان عربية. كشفت مصادر أن أبو ظبي بدأت خطوات عملية لنسخ تجربة سيطرتها على محافظة عدن في محافظة التعز المجاورة لها، وهو ما كشف إصرار معارضة أبو ظبي المستميت خلال 3 سنوات الماضية لتحرير المحافظة. هذا ما يقوله تقرير نشرته صحيفة القدس العربي بعنوان: الإمارات تبدأ خطوات عملية لنسخ تجربة عدن في تعز، وحكومة هادي تشكل لجنة عسكرية عليا لتحريرها. وقالت الصحيفة نقلا عن من أسمتهم مصادر رفيعة: بدأت القوات الإماراتية خطوات عملية مباشرة بنقل تجربتهم من محافظة عدن إلى تعز ونسخها حرفيا عبر أدوات محلية أخرى بالقوالب نفسها والأطر التي استخدمتها في محافظة عدن وبقية محافظات الجنوب. تتابع: كانت هناك محاولات مستمرة من أبو ظبي خلال السنوات الماضية الثلاث لاستيعاب محافظة تعز من قبل الإماراتيين، وأزرعوا قوات محلية تعمل لصالحهم ودعموها بشكل قوي فاقت بقدراتها العسكرية والمادية قدرات القوات الحكومية. وتفيد القدس: الحكومة اليمنية شعرت بخطورة الوضع في محافظة تعز مؤخرا والدور الإماراتي الذي يسعى إلى تعكير الأجواء فيها، فقررت الرئاسة اليمنية تشكيل لجنة عسكرية عليا لتحرير محافظة تعز ومن المقرر الإعلان عنها قريبا. مجزرة القومية العربية تحت هذا العنوان كتب سلمان مصالحة مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفا: طوال عقود شكلت القضية الفلسطينية أداة في أيدي الأنظمة العربية المستبدة لكبح مطالب المواطنين في بلدانهم بالحرية والديمقراطية والتطوير الاقتصادي وتوفير أماكن عمل للأجيال الشابة. طالما جلدت هذه الأنظمة المستبدة المواطنين بشعار فلسطين قضية العرب الأولى، الذي جر معه شعارا آخر: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، معركة التحرير فلسطين بالطبع. لقد شكلت هذه الشعارات أفيوناً خدرت به هذه الأنظمة شعوبها
وكبحت بواسطته كل الطموحات بتغييرات سياسية واجتماعية داخلية. لا عجب والحال هذه أن الهبات الشعبية العربية التي أطلق عليها مصطلح الربيع العربي قد نشبت بالذات في بلدان تلك الأنظمة الرئاسية التي رفعت شعار القومية العربية، مضافاً إلى شعارات فارغة أخرى عن الحرية والاشتراكية. لقد زودتنا السنوات المنصرمة صباح مساء براهين على أن كل هذه الشعارات الطنانة عن الأمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة التي تفتكت عنها قريحة حزب البعث في سوريا والعراق كانت مجرد هباء تذره الرياح. والسنوات الأخيرة تزودنا ليس فقط بشهادات عن فشل مطلق للقومية العربية، بل تزودنا أيضاً بشهادة أخرى عن فشل الدولة الوطنية العربية التي خرجت من رحم سايكس بيكو. إن سوريا هي المثال الأبرز على هذا الفشل، إذ أن الحرب الأهلية السورية التي أنجبت مئات آلاف الضحايا وملايين اللاجئين والمهجرين، إضافة إلى هذا الاستخدام للسلاح الكيماوي من قبل الأسد ضد مواطنين سوريين، هو أكبر شاهد على انعدام وجود شعب سوري. فالرئيس الذي يرتكب أبشع المجازر ضد أولئك الذين يفترض أنهم أبناء شعبه إنما يكشف عن وجهه ذلك رامياً القناع القومي الذي لبسه طوال سنوات. إنه يكشف الحقيقة الطائفية القبلية على الملأ. إيران التي عملت على تدمير عدد من اقتصادات الدول عبر خلق الفوضى فيها تعاني الآن مما ساهمت فيه، وتعنون صحيفة الحياة اللندنية: إيران تضبط سعر صرف الريال لتفادي انهياره وتضع سقفاً لحيازة النقد الأجنبي خارج المصارف. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن البنك المركزي الإيراني وضع حداً أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند 10,000 يورو. وأعلن البنك في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء أن المواطنين أمامهم موعد نهائي حتى آخر الشهر لبيع أي كمية فائضة أو إيداعها في البنوك، وأن المخالفين سيعرضون أنفسهم لإجراء قانوني. واتخذت إيران أمس خطوات جذرية لضبط سعر صرف الريال الإيراني في مقابل الدولار في مسعى لوقف تدهوره بعد أن فقد نحو ثلث قيمته خلال 6 أشهر، وتراجع الريال على مرات في الأسابيع الأخيرة ليبلغ 58,650 ريالا إيرانيا في مقابل الدولار الواحد. أول صورة في جولتنا المصورة اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، وتبدو فيها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هيلي في مجلس الأمن وهي تسرح شعرها قبل بدء جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، وعدد آخر من الصور المنوعة نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.